هذا أول يوم إلي بالدوام، وأنا كلش متحمس أوصل بسرعة. بعد ما وصلت ودخلت للمدرسة استقبلتني المعلمة وعطتني وردة، هواي فرحت من شفتها. بعدها رحت للصف، دخلت وسلمت على أصدقائي. الأجواء داخل الصف كانت كلش حلوة. بعد ما بدأ الدرس عرضت لنا المعلمة فيديو تعليمي، هواي استمتعنا واستفادينا منه. ومعلمتنا كانت تشجعنا وتعطينا هدايا من الشارك بالدرس. وبعدها طلعنا ولعبنا رياضة واستمتعنا لحد ما تعبنا. بعد ما قعدنا واستراحينا شوية رحنا للمختبر وأخذنا درس كلش حلو. خلصت كل الدروس وانتهى الدوام وما حسنا بالوقت. طلعت من المدرسة والخال كان ينتظرني بالباب. كان يوم كلش ممتع. أتمنى لكم يوم جديد بمدارس العميد. مع السلامة.